بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيديو جديد سريع جدا، ملاحظ في الفترة اللي فاتت ناس كتير بتسأل عنه وبتتكلم عليه، وهو ايه الحاجات الممنوعة بعد خلع اي سن او ضرس علشان ما يحصل لكش نزيف. هنتكلم عن 5 حاجات ممنوع انك تعملها بعد لما تمشي من عيادة الاسنان عشان ما يحصل لكش نزيف او يحصل لك التهابات. ايه هما ال5 حاجات دول؟ اول واحدة، ممنوع انك تغير القطنة كل شوية. طيب ايه السبب؟ علشان تدي فرصة للدم يحصل له تجلط، ان الدم ينشف في مكان الخلع، فبالتالي لو بتغير القطنة كل شوية الدم مش هينشف او يحصل له تجلط بسهولة. تاني حاجة، ممنوع انك تلمس مكان الجرح باللسان. طيب ايه السبب؟ تقريبا بيكون طول الجرح سنتي ونص. طيب السنتي ونص دول الدم بيحصل له تجلط في المكان ده، فلو انت بتلمس الجرح كل شوية باللسان هتشيل الدم اللي موجود، فبالتالي كل شوية الضرس بتاعك هينزف وهتبتدي تشتكي وتقول ده انا الضرس بتاعي لسه موقفش نزيف. تالت حاجة، ممنوع انك تعمل مضمضة كل شوية. طبعا كل ده احنا بنتكلم في حاجة ان انت ما يحصلكش نزيف بعد الخلع، ممنوع انك تعمل مضمضة، وبالتالي برضو علشان خاطر تدي الدم فرصة انه يحصل له تجلط. كل الكلام اللي احنا بنقوله علشان يحصل تجلط للدم في مكان الخلع بسهولة وبشكل سريع. رابع حاجة، ممنوع انك تاكل في الجنب اللي انت خالع فيه، ممنوع الاكل عليه فترة طويلة لحد لما مكان الجرح يقفل. خامس نقطة معانا، وهي ممنوع انك تشرب سوائل دافية او حاجات سخنة، لان الحاجات السخنه كل الناس عارفين ان هي بتحفز مكان الجرح، فبالتالي بتدي معدل سيوله او نزيف عالي جدا. ال5 حاجات دول تقريبا لو ان انت ما عملتهمش مش هتشتكي من نزيف خالص بعد خلع السن او الضرس، طول ما انت ما عندكش اي مشكله صحيه، يعني ما يبقاش مثلا ضغطك عالي او مثلا عندك نزيف او عندك مشكله او عندك سيوله في الدم والكلام ده. لا، انا بكلمك في الانسان الطبيعي اللي ما عندوش اي مشكله صحيه. لو ما عملتش ال5 حاجات دول ان شاء الله مش هيحصل لك اي مشكلة بعد الخلع. ان شاء الله لو في استفادة من الموضوع اتمنى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان اي فيديو جديد بعد كده يوصل لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.